رأيك؟ فين؟ ألبس بكرة أنهي طقم؟ ده؟ ولا ده؟ بكرة إمتى؟ بكرة بالليل في تصوير التلفزيون. إيه ده؟ أنت عندك بكرة تصوير في التلفزيون؟ بكرة تصوير أول حلقة من البرنامج بتاعي، البيت السعيد. ما شاء الله، يعني عندك برنامج بتقدميه في التلفزيون. قال يعني ما تعرفش؟ هو انا مش قلت لك الاسبوع اللي فات ان انا بعمل برنامج لقناه الاسره؟ انا اللي بقدمه وانا اللي بعده. والله انا مش فاكر ان احنا قعدنا مع بعضينا الاسبوع اللي فات عشان تقولي لي حاجه. لا، انا دخلت عليك المكتب وانت بتشتغل وقلت لك حاجه تكاوي يعني. وهتقولي ايه بقى في برنامج البيت السعيد ده؟ يا ريت كل زوجه تجيب في بيتها شغاله مؤهل عالي عشان تتولى كل حاجه، تكنس وتمسح وتطبخ وتذاكر لبنتها عشان تتفرغ هي بقى لحلمها والمستقبلها، مش كده؟ افهم من كده ان انت بتتريق عليا؟ انا اقدر اتريق عليكي؟ انا بقول اللي حاصل فعلا صراحه. يعني انا بقيت اسعد زوج في العالم من ساعه ما جبت الاستاذه عبير الهاوس كيبر. طب لزومه ايه الكلام ده؟ ممكن افهم من حضرتك ايه اللي ناقصك بالظبط؟ انا مش ناقصني اي حاجه، انا اسعد زوج فعلا والحياه بامبي وكله تمام الحمد لله. يبقى خلاص مفيش مشكله. قولي بقى يا محمود، البس ده ولا البس ده؟ انا رايي تلبسي اللي انت عايزاه، ولا اقولك اسالي الاستاذه عبير الهاوس كيبر. ها يا ستي، ايه رايك بقى في الفستان اللي انا اخترتهولك؟ برافو عليكي يا عبير، هو ده فستان سندريلا بجد. ان شاء الله لما تلبسيه وتقفي على المسرح كل الناس هتشاور عليكي وتقول سندريلا اهي. انت اللي هتيجي معايا وانت اللي هتلبسيه لي. ليه يا حبيبتي؟ هو انت ماما مش رايحه معاكي؟ ماما مشغوله يا عبير، عندها تصوير في التلفزيون. تصوير ايه بس في التلفزيون؟ دي حفله عاملاها المدرسه علشان عيد الام، يعني مامتك لازم تكون موجوده معاكي. يا ريت يا عبير، حاولت معاها بس قالت لي ما تقدرش تعتزل للتلفزيون. بقول لك ايه يا عبير، ما تيجي انت معايا؟ انا ما ينفعش يا حبيبتي، لازم ماما. من هقول للمدرسات انك ماما. انا ما هي اصلي ماما جاتش مدرسه الاعداديه قبل كده ومحدش يعرفها من المدرسات، وهقول انك ماما. بس كده كدب، والكدب يعتبر عيب وحرام. كدب ابيض يا عبير، ماما ما حضرش لوحدي، كل البنات مامتهم هتيجي معاهم. عشان خاطري والنبي يا عبير، عشان خاطري. اللي بيحصل ده اسمه جنان، اسمه جنان. وصلت كده، وصلت لدرجه ان بنتك تستلف الشغاله عشان تعمل دور امها في حفله المدرسه، وراحت معاها المدرسة وعرفت تمثل الدور والمشكلة اتحلت. انت شايفة كده يا مدام انها اتحلت؟ انا شايف انها تعقدت اكتر. ما قصرش فيكي يا مدام ان بنتك تستلف ام. الواحد بيستلف فلوس، يستلف كتاب، يستلف حتى جزمة، لكن يستلف ام؟ ام من فضلك يا محمود ما تكبرش الحكاية. انا ما بكبرش الحكاية، حكاية كبيرة لوحدها يا هانم، بقت كارثة. انت عارفة ان عبير دلوقتي بقت هي ست البيت؟ لو ندى عايزة حاجة تسأل عبير، لو انا عايز حاجة اسأل عبير. هناكل ايه عبير تقول لنا؟ هنشتري ايه؟ عبير عارفة كل حاجة. طب انا دلوقتي مش حاسس بوجود مراتي، اعمل ايه؟ اسأل عبير برضو؟ من الواضح ان انت عايز تتخانق، وانا ما عنديش وقت اتخانق ومليش مزاج اتخانق. واضح يا سامية ان انت نسيتي دورك في بيتك وفي حياة عيلتك. المشكلة يا محمود ان انت مش قادر تقبل ان مراتك تكون ست ناجحة، مش قادر تقبل ان انا اكون مدير التحرير مهمة، مقدمة برامج ناجحة جدا. عايز تبقى انت الناجح وبس، الباقي مش مهم. صح ولا انا غلطانة؟